أسعد الله أوقاتكم أول شيء، وإحنا حريصين دائماً على الالتقاء فيكم بكل فترة وفترة، ومن خلال تنظيم مؤتمر صحفي أسبوعي من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة. بعرف أنه لديكم الكثير من المسائل والموضوعات والقضايا الراهنة، ونسعى إن شاء الله جاهدين للإجابة عليها. قبل طبعاً ما أفتح باب الأسئلة وأعطي مجال لمعالي وزير الصحة معالي الدكتور نذير عبيدات، سأتحدث عن ثلاث موضوعات مهمة، هي أبرز إجراءات تعزيز قدرات المنظومة الصحية في ظل مستجدات الحالة الوبائية، وجهود تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، والنقطة الأخيرة هي الانتخابات النيابية والإجراءات المرافقة لها. طبعاً كما تعلمون شهدنا خلال الأسبوع الماضي أو الحالي تزايد في أعداد الإصابات والوفيات. طبعاً الأمر مقلق حتماً للجميع، ولكن المنظومة الصحية ما زالت قادرة بفضل الله على استيعاب الحالات اللي تحتاج للعلاج. طبعاً نعمل بشكل متوازي لتعزيز قدراتنا الطبية والصحية سريعاً، وأحرزنا تقدم ملموس إن شاء الله، حيث تم إنجاز ما يلي: أولاً، تم استئجار مستشفى خاص هو مستشفى الجاردنز وتخصيصه لحالات الإصابة بكورونا، وهذا الترتيب طبعاً سيعزز قدرة المنظومة الصحية بسعة 180 سرير و40 سرير عناية حديثة. ثانياً، اتفقت الحكومة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على تخصيص 1000 سرير عادي و180 سرير عناية مركزة أو حثيثة، بحيث يتم بموجب هذا الاتفاق تحويل المرضى الكورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة الداخلة في هذه الاتفاقية. تم توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة ولديها خبرة كبيرة في بناء وتجهيز المستشفيات الميدانية لبناء ثلاث مستشفيات ميدانية موزعة في شمال ووسط وجنوب المملكة، عمان وإربد ومعان. وسعة هذه المستشفيات الميدانية مجتمعة هي 1050 سرير عادي و180 سرير عناية حثيثة. سيتم المباشرة في تنفيذ هذه المستشفيات الميدانية، وستنتهي أعمال تجهيزها بالسرعة الممكنة، ونأمل أنها تكون يعني أسابيع إن شاء الله. وأؤكد أنه إجراءات التعاقد تمت بالالتزام بجميع إجراءات النزاهة والشفافية وبإشراف الجهات الرقابية المعنية وفي مقدمها ديوان المحاسبة. كما تم تعزيز عدد الكوادر الصحية في القطاع العام من خلال تعيين عدد من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية الضرورية في مواجهة أزمة كورونا. هذه الإجراءات مجتمعة إن شاء الله ستساهم بشكل ملموس في رفع قدرات المنظومة الصحية في التعامل مع الوباء، وسيتحدث معالي الدكتور نذير عبيدات بالمزيد من التفاصيل عن هذه الجهود والاتفاقيات وأثرها والجهود المستقبلية إن شاء الله. فيما يتعلق بإجراءات الوقاية وتشديد الرقابة على إجراءات السلامة، طبعاً بالتوازي مع العمل السريع على زيادة قدرتنا الصحية أو قدراتنا الصحية في مواجهة الجائحة، نعمل على تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات. الفرق التفتيشية الرسمية والأمن العام قاموا بتحرير الكثير من المخالفات في هذا الموضوع، وهناك يتم من خلال الأمن العام وأنتم على اطلاع بذلك تخرج إحصائيات حول الأعداد بشكل يومي. كما تم التشديد على الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية في المباني الحكومية والرسمية ومن قبل الموظفي القطاع العام والمراجعين فيها، ويتم مخالفة غير الملتزمين منهم. ونجدد التأكيد بأن الالتزام بسبل الوقاية، خاصة الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين، أساسي لكسر سلسلة العدوى، ونأمل من الجميع التعاون في هذا الموضوع، ولأن هذه أيضا هي مسؤولية مشتركة منا جميعا.
وتقع على عاتقنا ليس حماية أنفسنا فقط، وإنما حماية الكبار بالسن لدينا وأهلنا وأصدقائنا وجيراننا وأهل بيتنا. أيضا نحن نعرف أن هناك يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم استحقاق وطني في بالنسبة للانتخابات، أيضا نشدد على موضوع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في هذا اليوم. طبعا ضرورة الالتزام، وهي أنا أتوجه إلى وسائل الإعلام لأنهم هم الشريك الحقيقي في نقل هذه الصورة، ونعتقد أنها مسؤولية وطنية مشتركة على الجميع على إنتاج المحتوى وتعميمه والمشاركة فيه. فالإعلام هو زملائنا وزميلاتنا شريكنا الأول في هذه المسؤولية، ونأمل أنه الإعلام يقوم بدوره وهو يقوم بدوره في هذا الموضوع. الأمر الثالث اللي أتحدث فيه هو موضوع الانتخابات النيابية والإجراءات المرافقة. طبعا كما تعلمون الهيئة المستقلة الانتخابية للانتخابات هي من تجري هذه الانتخابات وتشرف عليها، ولكن الحكومة هي تقوم بالأعمال المساندة وهي السند والعون لها في فيما يتعلق بمتطلباتها. وأعلنت هي حقيقة، وهذا أمر يعني كنت كثير سعيد أن أرى الإجراءات الوقائية اللي اتخذوها من خلال العملية الانتخابية، ونشروا بعض الفيديوهات وبعض المنشورات وخرجت على العلن في هذا الموضوع. كما قاموا طبعا قمنا بمنع المقار الانتخابية لمنع التجمعات قبيل وبعد الانتخابات. طبعا امبارح دولة رئيس الوزراء أصدر بلاغ أنه سوف يتم تنفيذ حظر تجول شامل في جميع مناطق المملكة من الساعة 9 للمنشآت والعاشر للأفراد من ليلة الثلاثة الموافق 10/11 أي بعد إغلاق الصناديق، وحتى الساعة 6 من صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020. طبعا هذه الإجراء جاء بتوصية طبية وصحية من أصحاب الاختصاص، يهدف بشكل أساسي للحد من التجمعات اللي ترافق الإعلان عن نتائج الانتخابات. وأنتوا يعني كلنا أردنيين ونعرف هذا اليوم بالذات وعند خروج الانتخابات، وخاصة في تفاوت في الإعلان عن النتائج بين محافظات المملكة، فبيكون يزيد من انتشار العدوى، وهذا إحنا اللي حريصين عليه لأنه الصحة هي أولوية أولى بالنسبة لنا، وهذا ما تم تكليفنا به من جلالة الملك بكتاب التكليف السامي لدولة الرئيس. طبعا سينظم هذا الحظر الشامل بنفس الطريقة التي ينظم فيها حظر أيام الجمعة، وذلك من حيث أنه تخصيص مدة يعلنها معالي وزير الأوقاف للوصول للمساجد سيرا على الأقدام لأداء صلاة الجمعة، وبعدين تحديد مجموعات من الاستثناءات للقطاعات الحيوية والضرورية لإدامة عجلة الخدمات الأساسية والحياة اليومية خلال أيام الحظر، وهذا سيعلن عنه من خلال خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع الوزارات المختصة. طبعاً كالحال في الجمعة الماضية أو عندها عندما يكون هناك حالات إنسانية أو طارئة لا سمح الله يتم التعامل معها وتسهيل احتياجاتها من قبل الحاكم الإداري في كل محافظة. أنا ما بدي أثقل كثير عليكم، ولكن دعوني أترك المجال لمعالي الدكتور نزيه نذير عبيدات فليتفضل. مشكور.